مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى قصر الاتحادية، حيث يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد. إلى هناك. سلام سلام. Thank you.
الشرف جنبان سرع. عقيد محمد محسن من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم. مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الى السيد محمد ادريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهوريه تشاد. ولمزيد من المتابعه ينضم الينا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. بعد مساء الخير سياده السفير، كيف تقرا اهميه زياره السيد محمد ادريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي وتوقيت الزياره ودلالتها؟ يعني طبعا لما انظر الى هذه الزياره الذهن بيذهب الى موضوعين في غايه الاهميه من الناحيه الامنيه ولشمال افريقيا. الموضوع الاول هو مكافحه الارهاب. الموضوع الثاني الاوضاع في ليبيا والجهود المبذوله على صعيد الدول الافريقيه لاحتواء الجماعات الارهابيه من جانب،
التي تعمل من الأراضي الليبية وفي دول الساحل، ومن جانب آخر التعاون بين الجماعات الإرهابية والعصابات الجريمة المنظمة التي تعمل من جنوب ليبيا ولها امتدادات في تشاد ودول الساحل الأفريقي الأخرى. وبالتالي الموضوعين دول أنا في تقديري الشخصي هيكونوا من أهم القضايا اللي هيتم تناولها في القمة المصرية الشادية اليوم، بالإضافة بالطبع إلى العلاقات الثنائية بين بلدين. وهذا أحب أوضح أن هذا أول لقاء بين على مستوى القمة بعد التطورات التي شهدتها تشاد في العام الماضي. كذلك من القضايا التي ستبحث الأوضاع في السودان وكيف يمكن التعاون من يعني تقديم كل أنواع المساعدة الممكنة لعدم تدهور الأوضاع الأمنية في السودان. فالزيارة القضايا اللي هتطرح في تقدير قضايا في غاية الأهمية من الناحية الأمنية والناحية الاستراتيجية، سواء ما يتعلق بأفريقيا أو يتعلق حضرتك بالأوضاع في شمال أفريقيا. فيما يتعلق بدولة تشاد، ما أهمية دولة تشاد بالنسبة لدول الساحل الإفريقي؟ لو حبينا نركز على أهمية هذه الدولة. تشاد الجيش التشادي جيش عالي التدريب، والجيش التشادي حضرتك بيقوم بدور كبير في الجهود الأفريقية والجهود الأوروبية لمكافحة الإرهاب ومكافحة جماعات داعش والقاعدة وأنصار الدين في الساحل الأفريقي. كما تعلمين حضرتك والسادة المشاهدين الكرام، هذه الإرهاب امتد خلال العام الماضي في كافة دول الساحل الأفريقي، وتنظيم داعش تحديدا يقوم بمحاولات لاختراق المزيد من الدول، في أولا ترسيخ وجوده في دول الساحل، ثم التوسع في غرب أفريقيا، حتى ان هناك محاولات للوصول الى ساحل العاج. فطبعا شايف حضرتك الجيش التشادي يقوم خلال السنوات الاخيره الماضيه، الجيش التشادي كان عنصر فاعل في مقاومه الارهاب، لكن طبعا الامور الان الامور الان بدات حضرتك يعني في بعض المواجهه الغربيه الروسيه انتقلت الى دول الساحل ومالي تحديدا. وطبعا من مصلحتنا احنا مصر لها دور كبير حضرتك في الاسهام من خلال الاتحاد الافريقي في مكافحه الارهاب والحيلوله دون امتداده عبر افريقيا. وطبعا التنسيق مع تشاد مفيد على هذا الصعيد، سواء من وجهة نظر مصرية أو وجهة نظر أفريقية. نعم يا فندم. السيد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتكم، وإلى مزيد من الخدمات الإخبارية في الفترات القادمة.